السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومتابعي طقس العرف السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحال الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي 17 درجة مئوية، الملموسة 15، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يوم غد بإذن الله لباقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مشمس بشكل عام، سكاكا 15 إلى 4، نفس الحرارة في عرعر وتبوك، طقس مشمس 16 إلى 5 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 22 إلى 12، جدة 26 إلى 20، مكة المكرمة 30 إلى 16، والطائف 24 إلى 12 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 18 إلى 13، أبها 22 إلى 9، وجزان فرصة لزخات رعدية من الأمطار 29 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام رياح نشطة 25 إلى 11، حفر الباطن 18 إلى 6، الإحساء 26 إلى 11. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس غائم جزئي 25 إلى 10، بريدة 19 إلى 6، وحائل 14 إلى 3 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.